انا هسكت ومش هفتح بوقي، اعتبريني ميته. حسن اهو هو الكبير وهو العمده، هو اللي يقول ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش. العمل مروان ده مالوش غير معنى واحد، انه بيخطط لنفسه وبس، والباقي كله هم مالهمش عازه. وحاج ولدي عبد الله هاخده وطاره عندي. خبر ايه يا حسن؟ انت هتسمع كلامها ولا ايه؟ لا، ما انا شفت واتاكدت. ما انت لو ما كنتيش عارف ان هو اللي ورا الحكايه ما كنتش جيتي هنا. انت جايه هنا عشان تحميه، تبقي معاه وفي ظهره. يعني انت عايز ايه يا حسن؟ عايز تقتل اخوك عشان تجهرني عليك انتوا التنين؟ ايه اللي يرضيكي؟ هشرب من دم مروان وزينب، وبرضه قلبي مش هيرتاح يا حسن. يشيل كفنه على يده وسط البلد كلها، ويجيك لحد عندك يقول لك السماح. يرضيكي كده؟ اللي تشوفه، اللي هتقول عليها اقول لك امين. يبقى يلا عشان نقفوا على الذبايح نوكلوا الغلابه عشان يدعوا لنا بطولة العمر. ربنا يهدي قلبك يا حبيبي وينور بصيرتك يا رب. معايا أمر بالتفتيش؟ ممكن أشوفه؟ انت عايزه الدنيا تولع يا جبريه؟ اهدي اهدي، ما فيهاش هداوه. لما تسيبي حسن تيجي تقعدي مع مروان حسن هيولع. انت ايه يا وليه؟ دول مش ولادك. هحكي لك وقتها هتعرفي ان انا عندي حق. تروحي الكريمه؟ ايه صعبانه عليكي؟ توحشتيها؟ طب ما تروحي لها. انا غلطت لما جات لي ومدت لي يدها وانا قلت لها. هي دي لعبه جديده دي يا جبريه؟ لا ولا لعبه ولا حاجه، انا بس خايفه على عيالي. يبقى تروحي تقعدي في بيتك، لا تقعدي هنا ولا هنا. حضنك يضم التنين، ما تميليش كفه عن كفه. كفه مروان لازم تميل عشان يحمي اخوه. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما دام انت رايحه مصر هتعملي لي مشوار وما تقوليش لحد عليه. خير يا جبري؟ هتروحي مستشفى المجانين، هتقابلي هناك دكتور هديكي اسمه. أنا مش فاهمة حضرتك بتدور على إيه بالظبط. نادية توفت واستلمنا جثتها واتدفنت كمان. وممكن تسأل أهل البلد كلهم. أهل البلد بيأكدوا إن هي لسه عايشة، والبلاغ اللي جالنا بيأكد إن هي مستخبية هنا. يا ريت لو جت تبلغيني يا أستاذ شهد. بعد إذنك. يلا. لا مؤاخذة دخلت عليك كده من غير استئذان، بس الموضوع مهم وما يتأجلش. خير؟ مروان راح لبدري السجن. أنا أول ما عرفت قلت أجي أقول لك على طول. عايزه في ايه؟ لا دي بقى انا معرفهاش. انا كل اللي اعرفه ان هو راح له السجن زياره وقعد معايا، وبعد ما خلص من الاخر كده طلع على المحامي، شكله كده عايز يخرجه منها. طب روح انت دلوقتي. استنى،
فيديو جايين كمان شوية، عايزك معايا. تؤمر يا كبير. فادري يا ريم! ريم! الحاجة ايه اللي حصل؟ ايه؟ الحكومة بتدور علي، حد بلغ عني، أنا ما عاوزاش أرجع السجن تاني. حاضر حاضر، استهدي بالله بس، عارفة والله ده لو بيتي كنت قعدتك معايا. خديها فوق يا ريتال. قلبك طيب والله يا حسن. تعال. ما فيش أخبار عن مروان؟ خليك بره، ما عاوزك عند أهلك. تؤمر يا كبير. ما بعتش؟ ما قالش أي حاجة؟ ما قالش هنعمل إيه في اللي قلنا عليه؟ ها؟ اتكلم يا حسن، قولي. هو اللي هيجي لحد هنا. حسن، انت وعدتني ان انا هقول اه ولا لا؟ وانا عندي كلمتي. طيب انا ليه عندك طلب تاني؟ اؤمري. هتعمل ايه مع لبنى؟ تاني؟ هنعيده تاني يا ريتال، انت ما كفاكيش اللي فات. والله العظيم انا ما قصدي حاجه وحشه، انا بس يعني عارفه ومتاكده ان هي ملهاش غيرك. ايوه يا حسن، لازم تسال عليها وتشوفها متضايقه ليه. ما تسيبهاش كده تقعد مع نفسها تقعد تفكر. الست لما بتقعد مع نفسها بتتجنن، خصوصا ان لبنى لسه ابوها ميت. بتحسب يا حرام ان امي هي اللي قتلته. قولي كده، قولي ان اللفه دي كلها عشان امك. لا يا حسن، وانا مش عايزه منك حاجه عشان خاطر امي. انا واخواتي هنطلعها من اللي هي فيه. بس انا مصدق مفيد. مصدقها، بس ما كانش ليا مزاج اكمل معاها. خلاص زهقت منها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ كل الكلام اللي اتقال ما يخشش نافوخي، بس انا فوتته بمزاجي. كل واحد له حساب عندي، بس بوقته. ضيوف جم، يلا على فوق. يلا. مين؟ تفتكري مين؟ تهيألي يعني مش ممكن يكون حد من ولاد عمتك، صح؟ لا لا، كانوا عملوها من الأول. هو واحد بس اللي يعمل الحركة دي. عادل. ما هو عادل مش قادر يصدق ابدا ان مروان هو اللي قتل مهدي. وبعدين اظن يعني ان هو بيعمل الحركه ديت عشان يفهمني ان هو يقدر على كل حاجه.